قلت للعلماء كي تروى عن الأحكام والفتوى وجالسهم هنا تحيا بنور العلم والتقوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أرحب بكم مع حلقة جديدة من برنامج فتاوى على الهواء الذي نواصل الحديث في جزئه الأول، الحديث عن فقه الميراث وأحكامه، كما نستقبل فيه تساؤلاتكم واستفساراتكم على الهواء مباشرة عبر الأرقام التي ستظهر أسفل الشاشة تباعا صحبة ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور حمزة أبو فارس. حياك الله شيخ. يا أهلا وسهلا بكم شيخنا. ما زلنا نتحدث عن أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية، وتوقفنا في آخر حلقات في الحلقة الماضية عند قضية الحقوق العينية، وتحدثنا عن آخر هذه الحقوق هي سلعة المفلس. بقي من الحقوق العينية بعض الحقوق نبدأ بها ثم ننتقل إن شاء الله إلى الحديث في مسائل أخرى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها السادة المشاهدون والمستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعد نعم بقي لنا من الحقوق العينية التي تتعلق بعين التركة وليس بذمة الميت، يعني منها الهدي المقلد. نعم. الهدي المقلد ما معناه؟ الهدي يعني معروف في الفقه الإسلامي. نعم. نعم. هو يعني شيء من النعم من الإبل أو البقر أو الغنم يذبح بمناسبة، يذبح تطوعا للحصول على الأجر، وتارة يذبح لوجود نقص ارتكاب شيء ما في حج أو عمرة. هذا الهدي يذبح، قبل أن يذبح يقلد، معناها تجعل قلادة في عنقه علامة له، هذا معنى التقليد. نعم. وهذا يكون في الإبل والبقر، أما الغنم فلا تقلد. وإنما تقليدها وسيرها للذبح لما يمشوا بها لمحل المحل الذي ستذبح فيه، هذا هو يقوم مقام تقليدها. كما يوجد شيء آخر في الهدي غير التقليد، هو مسألة الإشعار. الإشعار هو عبارة عن جرح في سنام الإبل أو البقر ذات السنامين، ذات سنام عفوا، لأن بعض الأبقار، أكثر الأبقار ما فيهاش، لكن بعض الأبقار لها سنام، هذه تشعر في السنام، معنى تجرح حتى يخرج منها قليل من الدم، لا نعرف لماذا. هذه مسألة تعبدية، رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فنحن نقتدي به صلى الله عليه وسلم. المهم إذا قلد الهدي، نعم، يصبح الحق متعلق بعين التركة به، أي لا بد أن يذبح. فإذا جاء غرماء دائنون للميت يقولون نريد نعم شيخ نعم شيخ طيب في يبدو أننا فقدنا الاتصال بشيخ. معنا اتصال. طيب السلام عليكم. السلام عليكم. طيب انقطع أيضا الاتصال.
طيب من معي؟ السلام عليكم. انقطع أيضا. طيب إذا نذهب إلى فاصل قصير مشاهدينا الكرام حتى نعالج هذا الخلل في الاتصال مع الشيخ ثم نواصل إن شاء الله. فاصل قصير ثم نواصل فابقوا معنا. وجالسهم هنا تحيا بنور العلم والتقوى. هذه راهي المهمة اللي قلت لك عليها راهي دقيقة تبغي ولازم بكرة تحصل. يجب يستمر طول في الليل ما يتوقفوش. احنا طلبة في الثانوية وزج بينا القذافي في معركة يعني ليس لنا فيها لا ناقة ولا جمل. جالسهم هنا تحيا بنور العلم والتقوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم من جديد. طيب شيخنا انقطع الاتصال وأنتم تتحدثون عن قضية الهدي المقلد وكيف يكون حقا عينيا من الحقوق المتعلقة بالتركة. نعم، قلنا الهدي إذا قلد الهدي يصبح متعلقا بالتركة بعينها وليس بذمة الميت. فشو معنى متعلق بعين التركة؟ معناه لابد أن يذبح أو ينحر ويحال بينه وبين الفقراء. هذا معنى تعلقه بالعين. هذا بالنسبة للهدي المقلد. نعم. نعم. من الحقوق المتعلقة بالتركة كذلك الضحية المعينة. الضحية معروفة الأضحية. نعم. يطلق عليها الضحية والأضحية،
لكن تعيينها ما معناه أكثر العلماء المالكية عندهم لا تتعين الأضحيات إلا بذبحها، فإذا ذبحت أصبحت ضحية لها حقوق، يعني يجب أن تعامل كضحية، بمعنى تكون للميت توفي طبعا لكن لورثته يأكلون منها ويتصدقون منها ويهدون منها كما يفعل في الأضحية. إذن ما معنى التعيين؟ معناه لا يستطيع الغرماء دائنون لا يستطيعون أخذ هذه الأضحية إذا قالوا نحن نأخذها في ديوننا. إذا كان للميت ليس له مال غيرها لا يحق لهم ذلك ولا يباح لهم ذلك، هذا معنى الضحية المعينة. وبعض العلماء حتى المالكية قالوا أيضا تتعين بالنذر، إذا كان عين شاه معينة أو جملا معينا أو بقرة معينة فإنها تصبح معينة حتى قبل ذبحها، لكن المشهور في المذهب هو عدم تعيينها إلا إذا ذبحت، فيفعل بها ما يفعل في الضحية، والقضية معروفة فقها. نعم، هذا معنى الضحية المعينة وهي آخر الحقوق العينية. نعم نعم. طيب شيخ، بعض القضايا التي لم تتحدثوا عنها في الحلقات الماضية وتعلقها وترتيبها ضمن هذه الحقوق المتعلقة بالتركة هي قضية تجهيز الميت ودفنه وموقعها في هذه التراتبية التي رتبتم بها الحقوق المتعلقة بالتركة. نعم، الحقوق المتعلقة بعين التركة انتهينا منها. نعم. توجد بعض الأشياء أضربنا عنها لأنها قليلة الحدوث. ثم بعد ذلك تأتي أو يأتي حق آخر متعلق بالتركة ولكن ليس بعينها. نعم. ما هو هذا الحق؟ هو مؤن التجهيز. والتجهيز هو كل ما يفعل بالميت منذ خروج روحه إلى مواراته التراب. نعم، هذا كله تجهيز. فيدخل في ذلك التغسيل والتكفين وحفر القبر والصلاة على الميت، وكذلك إذا مات في مكان بعيد نقله. حتى إذا كان نقله من منزله إلى القبر لا يفعل بذلك به إلا بأجر، فإن هذا يدخل في مؤن التجهيز. إذن مؤن التجهيز كل ما يدفع من أجر من قبل أولياء الميت من تركة الميت حقيقة. نعم، كل ما يفعل به أو من أجله. نعم. سواء كان قضية التغسيل إذا كان يؤخذ عليه أجر أو التكفين كذلك. إذا تبرع أحد بكفنه أو بتغسيله دون أجر أو بمواراته التراب أو غير ذلك فلا بأس، لكن إذا فعل ذلك بأجر نعم يجب أن يدفع من التركة. متى يقع الترتيب في التركة؟ يقع بعد الحقوق العينية. وفي زمننا الآن يكثر مسألة الدفع، دفع الأجر عن الميت خصوصا لما يموت في مكان بعيد، يعني تشترى له تذكرة إذا كان في الطائرة أو تذكرة باخرة أو سيارة تجرى إلى آخره، كل هذا في مؤن التجهيز. نعم، بالنسبة لهذه الأشياء كلها
تأتي بعد الحقوق العينية. بقي بعض العلماء علماء المالكية يتحدثون عن الكفن بتفصيل. يعني الكفن إذا كان هو أوصى بكفن له فهذا يخرج من الثلث وهو من الوصايا. نعم إذا كان عنده ثلث، نعم إذا كان بقي له من ترك بعض الحقوق العينية، نعم فإننا ندفع هذا الكفن نعم من التركة. كم يلزمه من الكفن؟ كم قطعة؟ نعم أقل حاجة في الكفن هي ستر عورته، إلا إذا تبرع الورثة الأولياء ووافق على ذلك الغرماء الذين ينشدون ديونهم فإننا نكفنه بالأثواب التي سمحوا بها. عم تارة تكون 3 أثواب وتارة تكون 5 أيضا وليس بأكثر من ذلك، لأن هذا نوع من الإسراف. وبهذه المناسبة لابد أن نتحدث عن الإسراف في دفن الميت. نعم. فيجب ألا يسرف في ذلك، نعم، لأن في حقوق أخرى تتعلق بالتركة، منها بعد قضية مؤن التجهيز تأتينا قضية الوصايا إن أوصى، ثم يأتينا بعد ذلك الميراث. فيجب ألا نحرم الورثة من حقهم، فلا يجب أن نسرف. يعني قد يبنى القبر برخام أو من المعدن الغالي أو شيء من القبيل، هذا لا لزوم له ولا ينفع. بل احنا في الإسلام عندنا القبر يحفر من التراب ثم يغطى الجسد وهم كفن وموضوع يغطى بالتراب. وهل يوضع عليه شيء آخر؟ نعم، إذا كانت المسألة تتعلق بالسباع وما في حكمها، أحيانا تحفر على قبر الميت لتأكل لحمه، فهنا يجب أن يوضع عليه ما يمنعها من ذلك. نعم. يعني زرب أو شوك أو حاجة هذه، نعم كل ذلك يصلح. نعم. نعم. هذه بالنسبة لمؤن التجهيز. نعم. نعم. طيب شيخنا، قبل أن ننتقل الحديث عن شيء آخر، استأذنك في أن نأخذ هذا الاتصال. الأخت مريم من طرابلس، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلي أخت مريم. من فضلك لدي سؤال لفضيلة الشيخ. تفضلي. أخت مريم تفضلي بسؤالك. يبدو طيب انقطع الاتصال. طيب شيخنا، تحدثت عن قضية التجهيز الميت وقضية الكفن والدفن، وذكرتم أنه لا يؤخذ بذلك في قضية الإسراف في سواء في الدفن أو في جهاز الميت. إذا زاد هذا الأمر عن الحد المعتاد عرفا، هل يحرم الأخذ من التركة والصرف بالإسراف الذي ذكرتموه على جهاز الميت ودفنه؟ نعم، العلماء تحدثوا عن ذلك وقالوا إذا يعني خرج الإسراف عن حده فالذي أسرف هو الذي يتحمل المسؤولية. إذا كان بالغا يؤخذ من حصته. نعم. هذا الولي إذا كان يملك أمره يؤخذ من نصيبه. نعم. أما إذا كان الأولياء قصرا فيملكون أمرهم وهم تحت البلوغ فلا يؤخذ من حصتهم شيئا فيما هو إسراف، وإنما يؤخذ المتعارف عليه من كفن كما ذكرنا وحفر وغير ذلك، وكذلك الحنوط.
الطيب الذي يجعله على الميت عند تغسيله وتكفينه. نعم، بالنسبة لغير البالغين لا يؤخذ من حصتهم شيء. نعم. طيب شيخنا، قضية مؤن الجهاز وكذا متى تنتهي؟ وهل يدخل فيها قضية الضيافة التي تقدم لمن يأتي للعزاء والمصاريف التي تقدم لهم أو الأماكن التي تستأجر ليجلس فيها من يعزون أهل الميت؟ لا، هذا كله لا تتحمله التركة إلا برضا الورثة أو الغرماء إذا كان هناك دائنون ووافقوا. نعم، أما إذا لم يوافق الورثة ولا الدائنون فإن التركة لا يؤخذ منها شيء من ذلك، وإنما يعني يتحمل من فعل ذلك، يتحمله في حصته وفي نصيبه إلا إذا كان متبرعا. نعم، تارة تكون أجرة المنزل أو شقة أو شيء من هالقبيل يجلس فيها الناس للعزاء، هذه كلها لا تلزم، وإنما يعني العزاء يعزونهم متى يلقونهم. فإذا كان ذلك في منزلهم بدون أجرة فذاك جائز، أما إذا كان المسألة فيها إيجار فهذا لا يتحمله إلا الورثة إذا وافقوا على ذلك. كذلك تدخل معنا مسائل أخرى كما تعلمون، مسألة الضيافة كما ذكرتم. نعم، وذات الأكل والشرب ونعم وما يتبع ذلك، وهذه أحيانا يمكثون أياما عديدة. هذه كلها ما أنزل الله بها من سلطان. فإذا تبرع بها أحد بمحض إرادته أو وافق الورثة على أخذها من تركة الميت فذاك، وإلا فإنها لا تلزم. نعم. والإسراف فيها نستصحب فيه ما ذكرتم في قضية الإسراف في قضية تجهيز الميت ودفنه. نعم، لا إسراف في ذلك، لأن الإسراف في الإسلام محرم بصورة عامة، بصورة عامة في أي شيء. نعم، لكن أحيانا يعني في بعض الأشياء قد تفعل ولا إسراف فيها. قضية الكفن يعني العلماء اختلفوا في ذلك مما يكفن. المعروف أنه يكفن في الثياب العادية، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه نعم يعني سأل ابنته في قضية قميصه، قميص قد لبسه مرات، قال أين هو؟ فأشارت إليه فأمر بغسله وأمر بتكفينه فيه، وقال الحي أولى بالجديد. أرادوا أن يكفنوه في ثياب جديدة فأشار إلى أن هذا الحي أولى به. نعم. طيب شيخنا، بقية الحقوق المتعلقة وكنت أسألكم لكن لعلنا أؤجلها إلى فقرة الأسئلة عن قضية الجلوس في العزاء والأكل والشرب منه، حكم هذا الأكل إن شاء الله نؤجله لفقرة الأسئلة، لكن الحقوق الأخرى المتعلقة الغير متعلقة بعين التركة بعد جهاز الميت ودفنه. بعد مؤن التجهيز يأتينا حق آخر وهو الوصية. الوصية إذا ليس بالضروري أن تكون في كل تركة وصية. وليس بالضروري أن تكون هناك حقوق عينية. أحيانا بعض الناس ليس في تركتهم حق عيني نهائيا. أما مؤن التجهيز ولو كانت قليلة فلا بد منها، إلا إذا تبرع أولياؤه أو غيرهم أو أصدقاؤه أو الدولة مثلا، كل ذلك جائز فلا يؤخذ من التركة. نعم. فإذا انتهينا من مؤن التجهيز
نتحول إلى وصايا الميت إن كانت لديه وصايا. والوصايا تخرج عن الثلث، لأن الشرع أباح للمورث للميت أن يوصي بثلث ماله، جميع أمواله، له حق في الثلث، فإذا تعدت الثلث فلا تنفذ. تنفذ في الثلث، فما زاد عليه لا تنفذ فيه. إذا وافق الورثة إذا وافق الورثة على الزيادة على الثلث، حتى لو أوصى بماله كله للفقراء ووافق الورثة وهم يملكون أمرهم وليسوا قصرا، فعندئذ ينفذ ذلك. طيب شيخ، نستأذنك في أخذ هذا الاتصال. أخ نور الدين من طرابلس، السلام عليكم. سلام ورحمة الله. مرحبتين بك أخ نور الدين، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخوي بنسأل على سيارات المعلمين. طيب شني ما نقولوا أن في فوائد وحرام عن طريق المرابحة، يعني المرابحة. طيب يجيبك الشيخ إن شاء الله، بارك الله فيك أخ نور الدين. طيب شيخ، نستأذنك في الذهاب إلى فاصل ومن ثم نواصل إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ومن ثم نواصل، فابقوا معنا. وجالسهم هنا تحيا بنور العلم والتقوى. جالسهم هنا تحيا بنور العلم والتقوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم من جديد. شيخنا، بقي يعني قضية ذكرتم الحقوق المتعلقة غير المتعلقة بالحقوق العينية، هي مؤن التجهيز وذكرتم منها الوصايا. قضية الديون ومحلها من التركة وترتيبها قبل أن نأتي إلى توزيع الميراث. نعم، بالنسبة للديون جمهور العلماء على أنها يعني الديون يعني قبل الوصايا، بعد مؤن التجهيز تأتينا الديون المطلقة أو الديون المرسلة، ومعناها التي لا يتعلق بها يعني رهن أو لا يتعلق بعينها رهن. فهذه المسألة تأتي في الترتيب بعد مؤن التجهيز. بعض العلماء، نعم هذا جمهور العلماء هكذا، بعض العلماء رأوا قضية الدين قبل التجهيز، لكن أكثر العلماء على خلاف ذلك. أظن بالنسبة لأتباع داود الظاهري، داود بن علي الظاهري ومن أتباعه ابن حزم، يرون أن الديون تسبق مؤن التجهيز، لكن جمهور العلماء على العكس. نعم، ثم بعد ذلك قلنا بعد مؤن التجهيز تأتينا الديون المطلقة، ما هي متعلقة بامتياز، ليس عليها امتياز كما يقول القانونيون. نعم،
ناتي إلى الديون المطلقة فنخرجها من التركة. نعم، والديون المطلقة هي ليست تتعلق بالعين وإنما تتعلق بذمة الميت، نخرجها، فإذا أخرجناها وبقي شيء نتحول إلى الوصايا. قد يسأل سائل يقول القرآن يعني ذكر الوصايا قبل الديون، نعم، بعد وصية يوصي بها أو دين، أو بعد وصية توصون بها أو دين، لماذا؟ قالوا لأن الوصية قد يستحي أصحابها فلا يطالبون بها لأنها ليست حق على الميت، وإنما أراد أن يتبرع للموصى لهم. نعم. أما الديون فلها أصحابها يطالبون بها ولا يستحيون، وبالتالي لم يذكرها مقدما القرآن الكريم، بل يعني ذكر الديون أولا، عفوا ذكر الوصايا في الذكر أولا لأنها قد لا يبادر الورثة بإخراجها، وأصحابها يستحيون فلا يطالبون. هذا السبب اللي نعم ذكرت الوصايا قبل الديون. أما في العمل فالدين قبل الوصية. نعم نعم. وبعد ذلك تنتقل ما تبقى من التركة إلى قضية المواريث والتقسيمات المعروفة التي سنتحدث عنها بعون الله تعالى. نعم إن شاء الله. بعد أن نعم. يعني على هذا الترتيب. طيب شيخنا، ننتقل الآن للإجابة عن الأسئلة إن شاء الله، ونتم في الحلقات القادمة قضية التفصيل في قضية الميراث وتفاصيله ومن يرث ومن لا يرث. وأبدأ بسؤال لأحد الإخوة، نبدأ بسؤال الأخ نور الدين من طرابلس، يسأل عن سيارات المعلمين عن طريق المرابحة. أنا الحقيقة لا فكرة لي عنها. فإذا كانت حسب المرابحة الإسلامية وقام بها يعني مصرف له لجنة شرعية تشرف عليه وتتتبع أموره الشرعية فلا بأس بها، حتى ولو كان الربح كثيرا لا يؤثر ذلك. أما إذا لم يكن للمصرف لجنة شرعية تتابع أموره، بل يتصرف بعض الأشخاص في هذه المرابحة تصرفا شخصيا فلا أرى أن يفعل ذلك. فالمسألة تعتمد، نعم، فمن المستحسن أن يسأل عن تفاصيل ذلك، وأنا ليس لي علم، وإنما سمعت بأن المدرسين ستصرف لهم سيارات ليس مجانا وإنما يدفعون ثمنها، فلا أعرف التفصيل. إن كانت حسب المرابحة الإسلامية فذلك لا حرج فيه ولا بأس، وإن كان غير ذلك فهذه مسألة يتوقف عنها. نعم. طيب شيخنا، أحد الإخوة يسأل يقول إنه هو يعمل في شركة، ويعني هذه الشركة تنشط في بعض القضايا، فهو أحيانا يحصل على زبائن، يعني الشركة هذه الشركة تعمل كوسيط مع شركات أخرى لتقديم خدمات للناس، فهو أحيانا يحصل بعض الزبائن ويشيلهم مباشرة للشركة الأولى الأم التي من غير وساطة الشركة التي هو يعمل فيها ويكسب من خلال ذلك، فما حكم هذا التعامل؟ الأصل في هذه أن المسألة هي تتعلق بالسمسرة، والسمسرة جائزة. وهذا يعني نعم ينظر بعض الأشخاص فيوصلهم إلى مكان ما ويحصل لهم على شيء ما، على عمل أو عقد أو شيء من القبيل، ويأخذ نظير ذلك سمسرته. هذه لا شيء فيها. لكن هنا
قضية أبر بشركته الأصلية، فهل تسمح له الشركة بذلك أو لا؟ كان هي في عقدها معه تحدد هذا الأمر ولا تسمح له بفواتها الذهاب إلى الشركة الأصلية مباشرة، هذا جائز. أما إذا كان تشترط عليه ألا يفعل ذلك فهذا ممنوع، كسبه غير مشروع. طيب شيخنا، أحد الإخوة يسأل عن حكم حساب الزكاة من خلال التنازل عن الدين. يعني عند شخص مدين له وهو بعد يعني دار جرد في المحل وعنده دين عند أحد الأشخاص، فيتنازل عن هذا الدين نظير الزكاة، يعني يحسب من الزكاة باعتبار أن الشخص هذا المدين غارم تصح له الزكاة. الأصل فيها أن هذا يعني لا تصح زكاته، هذا ما قاله العلماء، لأن المعدم هذا الغريم عفوا المدين يعني ليس عنده ما يدفع، وبالتالي قالوا إذا كان هو يعني مليء، إذا كان مليئا يعني غني وعندما يدفع لصاحب الدين، فهذه بعض العلماء قالوا يمكن نعم أن يحسب عليه الدين لأن نقوده متوفرة ويستطيع أن يدفع هذا الدين. أما إذا كان هو معدما لا مال له، هذا كأنه رغم أنفه فعل ذلك وكأنه لم يخرج الزكاة. هذا القول الراجح في عند المالكية. نعم. طيب شيخنا، أحد الإخوة يسأل عن حكم صلاة تحية المسجد قبل صلاة المغرب وعندما يكون الإمام يخطب في هاتين الحالتين. هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء بين الأئمة. الإمام مالك عند يعني لا صلاة بعد غروب الشمس إلى أن تصلى المغرب، أما قبل ذلك فلا. ما حكمها عند المالكية؟ حكمها الكراهة. أما عند الغروب فالحرمة. وأما بعد الغروب وقبل صلاة المغرب فالكراهة. والنسبة لي أثناء خطبة الجمعة إذا صلى تحية المسجد والإمام يخطب عند المالكية ممنوع ذلك، يعني حرام. نعم. وعند بعض العلماء جائز، والمسألة تتصل ب يعني خطبة الجمعة، الإنصات إليها واجب، وتحية المسجد مندوبة ولا أكثر شيء سنة، واجب أولى من السنة. هذا عند المالكية. أما عند بعض العلماء الذين يعتبرون تحية المسجد من ذوات الأسباب فلا تمتنع تحية المسجد أو لا تمتنع صلاتها إلا في ثلاث لحظات، عند وصول الشمس إلى كبد السماء أو الزوال، أو غروب الشمس عند غياب القرص، أو طلوع الشمس أي عند طلوع القرص في الشروق، هذه ممنوعة. أما في البقية الباقية إذا توفرت أسبابها، وما هي أسبابها؟ دخول المسجد أو الطواف، توفرت أسبابها يمكن أن يأتي بهذه النافلة في الوقت الذي كرهه المالكية. هذوم الذين يقولون إن تحية المسجد من الصلوات ذوات الأسباب، فمتى وجد سببها صليت. نعم. طيب شيخنا، كنت سألتك في ونحن نتحدث عن قضية مؤن التجهيز عن قضية الجلوس في العزاء والأكل والشرب
في مكان المأتم حكمه بالنسبة للضيف للمضيف؟ هو حكمه هذا يعتمد على قضية هذه المصاريف، هل هي من التركة أو تبرع بها بعض الناس سواء كانوا من الورثة الذين يملكون أمرهم أي بالغين، أو من التركة أخذ ذلك. فإن كان ذلك من التركة لا يجوز، لأن حق الورثة داخل في ذلك. أما إذا تجاوزوا عن ذلك ورضوا أو تبرع به متبرع سواء كان أجنبيا من غير أولياء الميت أو كان من أقربائه، فهذه مسألة لا شيء فيها. نعم، هذا كأنه استضاف بعض الناس في منزله أو في غيره، لا شيء في ذلك. لكن هنا الذين يأتون إلى العزاء ربما لا يعرفون مصدر هذا المال، هل هو من التركة أم تبرع به أحد أم هو من أهل الميت؟ الذي لا يعرف ذلك يأخذ الحيطة، لا يتناول شيئا من ذلك. أما إذا كان يفهم ذلك خصوصا في القرى والأماكن، الأعراف تحكم شيء ذلك؟ الأعراف هل يعني تتحكم في ذلك؟ لا 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 لا, لا. الأعراف لا دخل لها في قضية الحرمة والحل. لا لا، أقصد إذا كان ما يتعارف عليه في البلاد أن مثلا هذه يتبرع بها أهل الميت ولا تتعلق بالتركة. نعم، ينفع ذلك. نعم تماما. طيب شيخنا الأخ علي عمر يسأل عن حكم الحج والعمرة على حساب الدولة وحكم استعمال السيارات الحكومية للأغراض الخاصة. الحج والعمرة إذا تبرعت بها الدولة أو تبرعت بها مؤسسة معينة، نعم يعني يسقط الحج وتسقط العمرة عن صاحبها. وإذا كان هي المسألة ليس فيها تحايل ولا غير ذلك فإنه يتاب على ذلك زيادة على حسبان الحجة له والعمرة له كذلك. أما إذا كان فيه تلاعب ونوع من الحيل وغيره فهذه لا تصلح. نعم، هذا بالنسبة للحج والعمرة. المسألة الأخرى ما هي؟ استعمال السيارات الحكومية في الأغراض الخاصة. هذه إذا كان صرحت المؤسسة أو الحكومة بأن له استعمالها طول اليوم في أعماله كلها سواء كانت خاصة أو غير ذلك له ذلك. أما إذا كان المعروف والموثق في لوائح هذه المؤسسات أو الدولة بأنها لا تستعمل إلا عند وجود عمل ما خاص بهذه المؤسسة فإنه يحرم عليه استعمالها في غير ذلك، والله أعلم. نعم. طيب الأخ أبو ياسين يسأل عن شخص طلق زوجته وهو على فراش المرض وبعد أسبوع توفي ولم تكتمل الإجراءات القانونية، هل يعني وجب الطلاق؟ يعني كأنه يسأل ما وضع الزوجة المطلقة وهل يقع عليها طلاقه أم لا، كأنها يعني متعلقة بحقوق الزوجة بعد وفاة زوجها وقد طلقها وهو على فراش المرض. هذه تتعلق بها أكثر من يتعلق بها أكثر من شيء. نعم. أولا الميراث إذا كان هو يعني مرض الموت الذي توفي فيه وهذا الظاهر من السؤال. نعم، وهل خرجت من العدة أو لا؟ أما المالكية فإنهم يورثون هذه الزوجة حتى ولو خرجت من عدتها. نعم، الطلاق يقع هو. نعم، إذا كان العدة ما انتهتش الطلاق يقع، لكن الميراث يقع أيضا. طلاق الفار يسمونه. نعم، كأنه فر من توريثها. نعم، فيورثونها ولو انتهت عدتها ولو حتى تزوجت عند المالكية. إذا كانت في ذمة زوج آخر
فإنها تريته. والظاهر وقال بعد أسبوع. نعم بعد أسبوع. إذن هذا ما زالت حتى العدة ما خرجت منها. نعم. وبالتالي نعم تريثه في كل الحالات. نعم. الطلاق نعم يقع، والميراث كذلك يقع. نعم. وإذا كان هو يعني طلقها لغرض شرعي فلا إثم عليه، أما إذا طلقها لغير ذلك وربما يكون مأثوما. نعم. طيب الأخ أسامة من سبها يسأل عن المرأة التي عقد عليها ولم يدخل بها، هل عليها عدة وهل لها نصيب من الميراث أم لا؟ عدة الوفاة يقصد. الوفاة نعم. إذا توفي الرجل وقد عقد على زوجته فإنها ترثه. نعم. وكذلك عليها العدة. نعم. نعم تعتد وترث. نعم. لأن الميراث من أسبابه النكاح. نعم. وفي تعريف النكاح يقول العلماء هو عقد الزوجة الصحيح أو المختلف في فساده. يفسخ كل هذا سبب من أسباب الميراث. وسنفصل ذلك بعون الله إن شاء الله. طيب شيخنا لعلنا نختم بهذا السؤال، الأحد الإخوة يسأل عن حكم يمين الطلاق لمنع حدوث شيء وليس بغرض الطلاق. أما المالكية فإنهم يوقعونه بغرض أو ليس بغرض إذا صرح بالطلاق بلفظه الصريح بحروفه الثلاثة الطاء واللام والقاف فإن ذلك يقع، سواء كان يريد أن يمنعها من ذلك أو غير ذلك، كل ذلك لا قيمة له عند المالكية ويقع الطلاق. نعم. بارك الله فيكم شيخ، جزاكم الله خيرا ونفع بكم وبعلمكم، كما أشكركم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة. نلتقي في حلقة الجمعة القادمة بعون الله، حتى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.